السلام عليكم شير يوتيوبر، راكم تبعوا في لاشين يوتيوب تاع موتورز اكتيو.كوم. اليوم حبينا نتقاسموا معكم هذه المعلومه الجديده، وراح نقدموا لكم سيت كيا سيراتو اللي راهي مركبه الان بمصنع كيا بباتنا، وراهي مسوقه ومعروضه اليوم في الشروم تاع ريكو موتورز المتواجد بمنطقه ارويسو. سيت سانكيام جينيراسيون التي ديفوالي بور لا بروميير فوا اون افون بروميير مونديال في صالون ديترويت بالولايات المتحده العام اللي فات. نبداو بالمقدمه تاع هذا لاكيا سيراتو ونشوفوا باللي نوفو بلوك اوبتيك كومبارون لونسيان جينيراسيون افيك لا فونكسيون بي فونكسيون على بي فونكسيون. نشوفوا باللي فيها اون بتيت جوب افونسي برونونسي تعطيها اللوك شويه اغريسيف، اون بتيت كالوندر سي لا توش اي ليدونتيتي فيزويال تاع كيا اللي هي تايجر نويز، اي بي نلقاو ثاني لي فو اونتي برويار على هذا المستوى. الوغ كوتي لاتيرال تاع هاد لا سيراتو من عند كيا كيما قلت لكم تنتمي الى لو سيغمون تاع لا برلين، بهذا الطول وهذا لومباتمون تمد راحه كبيره خصوصا لركاب الخلف اللي يتمتعوا يعني باتساع كبير يساعدهم باش يتنقلوا خصوصا في المسافات الطويله بكل راحه. لقاو ليسباس جونو غارد توا تري امبورطون اللي يعطي كيما قلت لهاد الركاب الخلف راحه كبيره. نذكروا باللي هاد لا كيا سيراتو تتقاسم لا ميم بلاتفورم كو لا هيونداي ايلونترا، وسي لا كونكورون ديريكت تاع هاد السياره، والثاني تاع الموديل الياباني كورولا من عند شركه تويوتا. نشاهدوا في الخلفيه نلقاو ثاني ان بلوك اوبتيك اليد كومبيني، وين نلقاو هاد لا لين اللي تربط ما بين لي دو بلوك اوبتيك وتعطيها لمسه جماليه لهاد لافاس اغيير تاع لا كيا سيراتو. نلقاو ثاني على هاد المستوى ان اوتر بلوك اللي فيه لي فو دو كلينيوتون اي بي فيه ثاني لي فو دو ستاسيونمون. بالنسبه لو كوفر الى فيش في هاد لا نوفيل سيراتو 432 لتر. Donc à bord de cette nouvelle Cerato de chez Kia, on d'accord bli had la finition, c'est la finition EX, on lqaw des sièges en cuir pour le conducteur, عنده un siège réglable électrique, on lqaw un volant gainé cuir 3 branches multifonction, et puis sur cette nouvelle planche de bord, on lqaw un écran flottant de 8,5 pouces li on lqaw fih le infotainment et puis gaa les informations khassa bssayara. Fi had la finition, on lqaw محرك 1.6 MP بقوة 128 حصان associé une boîte vitesse automatique. بالنسبه للفينيسيون اي لي موتوريزاسيون اللي راهي مسوقه بهم كيا سيراتو في الجزائر، عندنا دو فينيسيون اللي هي لا او اكس اللي شفناها اليوم اي لا فينيسيون ال اكس، اي بي عندنا دو موتوريزاسيون لو ان 6 ام بي اي لو ان 6 ديزل سي ار دي. هذه السياره راهي مسوقه ابتداء من 1,800,000 دينار جزائري. بالنسبه لافيش تكنيك تصيبوها في لا ديسكريبسيون تاع هذا لا فيديو، نضرب لكم موعد très prochainement pour laisser détailler ta Kia Cerato.